بعد نهاية أعمال اجتماع قادة الدول الإفريقية حول الطاقة المتجددة في إفريقيا الذي استضاف العاصمة الغينية كوناكري، أمس عقد كل من فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ونظيره الغيني ألفا كوندي عقد مؤتمرا صحفيا تطرق فيه إلى ضرورة توفير الطاقة المتجددة لسكان القارة الإفريقية التي تمتلك مقومات الطاقة بمختلف أنواعها. تفاصيل الزميل عبد الصادق علي أحمد. تعتبر الطاقات المتجددة من إحدى أهم الوسائل التي تساهم في التخفيف من التغير المناخي، أمر حث عليه مؤتمراء الدول المساهمة في التخفيف من التغير المناخي واللذين عقدا بكل من فرنسا والمغرب. ومن هنا بدأت الدول الإفريقية في وضع آلية لتفعيل ذلك عبر تأسيس المبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة في ديسمبر عام 2015 بالعاصمة الفرنسية باريس، وأصبحت المبادرة فاعلة في أغسطس عام 2016، وقد عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها في شهر يناير الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أما مجلسها الثاني الذي عقد بالعاصمة الغينية كوناكري ففي بدايته تحدث رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو عن أهمية توفير الطاقات المتجددة لسكان القارة الإفريقية، سيما أن القارة تمتلك مقومات الطاقات المتجددة بمختلف أنواعها. وفي ختام أعمال الاجتماع الثاني لمجلس وزراء الدول الأعضاء بالمبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة، عقد الرئيسان إدريس ديبي إتنو وألفا كوندي مؤتمرا صحفيا مشتركا. قال فيه ألفا كوندي بأن المجلس اعتمد 19 من مشاريع الطاقات المتجددة ستنفذ فورا، كما طلب المجلس الإداري للمبادرة من الشركاء الإفصاح عن المبلغ المالي الذي سيساهمون به. ومن الآن فصاعدا فإن الأفارقة هم من يختارون المشاريع التي سيمولها الشركاء. أما رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو فتطرق إلى المشاريع التي وصلت إلى المبادرة والتي سيتم تمويلها من قبل الشركاء المتمثلين في الاتحاد الأوروبي وفرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية وغيرهم من الشركاء. هذا وإن الطاقات المتجددة ستساهم في التخفيف من حدة التغير المناخي، إضافة إلى تسريع العملية التنموية والتخفيف من حدة الفقر وفتح فرص عمل للشباب وغيرها من المصالح التي تعود بالمصلحة للقارة الإفريقية وسكانها.